يا بي في الجينيراسيون نتاعي تاع ليكيب ناسيونال الكل لو برومي افوار جوي قبل كريم تويتي في جمعيتي ديجا في سيابي لو برومي افوار جوي في السينيور واللي عمل الترونسفير في 19 ans راهو ريكرو من ليسبيرونس او بو دو 2 3 سيزون 21 ans راني ريكرو من ليتوال 22 ans ما عملتهمش هزز دوبلي هزز دوبلي وهزز كوب وهزز كوب دلا ليغ الجمعيتي الحمد لله راهو وين ما مشيت تيترويت سهيل بديت تجبد في الانظار وصلت برشا دي زوفر وقت بديت مع السينيور في السيابي شكون كلمك وقت؟ كلموني ساعة أول جمعية سي سي بعد كلمتني غازن تيب سبور اترافير خالد المانجير اللي خرج علي زيتوني البر جاب حذانا حتى للدار ودونك كانت لوفر نتاع تركيا أحسن لوفر بينما وقتها خليني نقول لك رضينا الوالدين يعني أمي تغزر لي وقتها عندي ثلاث خوات بنات ربي يفضلهم لي الكل نحيهم كل إيمال أختي سناء وحنان نحبهم برشا بابا وامي زادا سي لامور دو ما في الدم العقل الروح هذا معروف علاش اختارت ليسبيرونس؟ خاطر امي قالت لي مازلت صغير وعندك اون بلوس مارج دو بروغريسيون تجي ما خير من تركيا احنا ديما امبيسي كي تعرف التالون تاع ولدك ولا نتاع فهمني ولا انا بيدي زيتي سور لا ميم لونغور دوند يعني نقول نجم نلعب ليغون فاسيلمون نجم نلعب كيرا نيفو كيرا كي نتذكر بالماري راهو 2002 في اليابان عملنا تورنوا كملنا فيها فيناليست ايكيب ناسيونال جونيور امك قالت لك ابقى في تونس قالت لي كم في شوف بلاصه في العاصمه باش تكمل قرايتك في لينيبس دونك سي فري كو ريان كومباري لوفر تاع ليسبيرونس تترجع على القرايه معناها بخلاف اللي على القرايه زاد شكون وقتها يلعب في ليسبيرونس اغزر خلينا تو انا نقول لك حاجه ليسبيرونس الجمعيه الوحيده في تونس اللي ولادها ولا خليني نقول يعني صعيب ياسر باش تلعب في ليسبيرونس هذيك باه نزيدك حاجه اخرى اللي يعيش ولد ليسبيرونس اليوم في الاحتراف ريتش واحد من ولاد ليسبيرونس مشى ليكيب كونكورونت في الاحتراف تو جامي دو لافي من الجمعيات الاخرين من الكلوب ولا من ليتوال ولا من السي اس اس يمشيوا حتى ابناء النادي معناتها باش نفهموا خلينا نحطوا نسميوا نحطوا الامور في اطار للترجي لانه اداريا تنظيميا من ناحيه الجمهور من كون لو فيو با اليوم معناتها خلينا نقولوا على اعلى مستوى ليسبيرونس كي نصنفها نحط بون فكرت اسم الدراجي خرج من ليسبيرونس مشى للكلوب شكون؟ اسامه الدراجي كا بارتيكولي وحب بعد يرجع مي معناتها خليني نقول لك باركورو في ليسبيرونس دو لوا برشا باهي شكون كلمك ما ترجي سهيل؟ والله وقتها هي الحكايه طويله ما في بالهم بالكونتاكت تاع تركيا وفي بال انا وقتها زياد المساني حقيقه كان هو البريزيدون سيكسيون فوت وعزيز زهير بريزيدون عزيز زهير كلم لي وقتها امير جزيري امير معناتها وقتها يعني من بنزرت وخونا ومالك خوه يعني في ماك تعرف مالك نوتر شامبيون وكل شيء عزيز زهير كلم امير قال له شد لي سهيل يعني خاطر اون ايتي بخي واحد وزياد المساني كلمني اونتر اوتر وقتها كنا نلعبوا في البول اللي دخلونا فيها تاع الكوب دو ليغ ليكيب ناسيونال اولمبيك وقلت لك نلعب ريجيسور دومي دو كولوار وقتها لونس يتبعوا فيها برشا كلمة بالله يسامحني سهيل امبارح كنت نادي حملم في التحق بالرابطه الاولى التحق الحمد لله تحب الهمهمه نحب الهمهمه وحيي اصحابي كل في 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 حملم فيما يقولوا حيهم الكل فرد فرد الف مبروك التحق بامل حمام سوسه في الرابطه الاولى بعد الفوز على امل جربه 2 بلاش ان شاء الله الف مبروك الهمهمه وكل احباء الهمهم ونخص بالذكر عندي نخص بالذكر نور الدين بوسنينه اخويا ولده وسام ديوا نور الدين ديوا برشا اصحابي في حملم في انور صاحبي زاد في كيامات سويسرا اللي عديناهم سهيل نعرف انك ندمت على اللوفر نتاع كازينتيب حتى رياض بوزيزي ظهر لي كان يلعب غادي وقتها لامك شويه كيفاش مش لامك عاد باهي يمكن زياد جزيري في التورنوا في مصر جوست من بعد قابلنا في التورنوا في مصر اللي عملت فيها اخي بميموار فيها في حياتي اللي عملت فيها اول ليزيون في ليسبيرونس مسكولير اللي قعدت بها 9 شهور ابروبو وكان مش الترجي الرياضي التونسي بعثني رودينو في فرنسا
وكان بالتوافق مع الدكتور ياسين بن احمد نشكره برشا 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 من كل قلبي. باش تفهم شنو معناتها كيفاش كولابوراسيون تصير، تنجم تاخو افيل برا وتنجم راهو ان سيرتان تون سي شلبي بالكاهية دكتور الله يرحمه الله يرحمه سي شلبي بالكاهية قامة كبيرة في الطب في تونس. سيرتان تون وقتها بابا قال له راهو قال مع بابا قال له ولدك صعيب برشا باش يرجع يلعب كرة قدم، ما هي تو حفرة في ساكن في الاسكيو. مشيت لرودينو في فرنسا في الفيكتوري في بلاس فيكتوري جو سيزيام ارونديسمون، وقتها مشى معايا زياد تلمساني وامير جزيري وقاموا بالواجب وبو دو لا دوزيام ليزيون. رودينو سي البروفيسور ندمت على احسن كمل سي البروفيسور اللي عمل العمليه نتاع رونالدو الفينومينو. معناتها شوف وين وصلوني ويرحم والديهم باش رجعت باش عملت كارير. اي جاوبني ندمت ولا ايه؟ علاش؟ على انت قلت قبل قلت ندمت ما مشيتش. لا اغزر قلت لكش ندمت، قلت لك كان بوتيتر يجم يكون شوى هذا خير. اما باش نقول لك حاجه، انا جامي دلا في ندمت ولا باش نندم على حاجه، خاطر اللي عملته ولا اللي وصلت له ماهوش شويه ماهوش اكسل. مش باش نقول انا معناتها باش نحط روح، اما باش تلعب في الجمعيات هذوما وباش تكمل قرايتك وباش تواظب وتلعب.